كانت فارس همام الجميل المحيح، وبعد ثلاث ساعات يمكن ثلاث دقايق ثلاث ثواني حتسمعي منه خبر مفرح. الخبر المفرح صحيح، يوم ألبس طرحة الفرح. برافو عليك، تستاهل عليها بوسي. عطيني شفيطيرة بهاتي. يا بختو، انت غريب عن الحب زي ما انت غريب عني. جربت الحب وفشلت؟ ما جربتش من الاساس، عشان عارف ان نهايته الفشل، وما عنديش استعداد اعيش لحظات الفشل. انا اللي متعود انجح في الحياه. لازم تجرب مره. اللي زي مش لازم يحب. ليه؟ عشان ما ينصدمش في النهايه لما يكتشف انها حبته عشان فلوسه. فلوسه؟ صحيح. لكن في اغنياء كتير زيك حبوا وتجوزوا عشان صحت. كده جواز الاغنياء مش جواز قلب على قلب، جواز ثروه على ثروه. طب حب وتجوز واحده فقيره؟ هدور على واحده. اتفضل. انت انسان رقيق وانت احلى واحده بالدنيا. هل دي بقى تسهل عليها بوسك؟ يا مضروب دمك خفيف. اجي مليونير زيك ويمكن اغنى منك، شايف بسيط ازاي؟ مليونير؟ سعيد بيه صاحب القصر ده. صحيح. لكن يظهر انه لقى الفقيرة اللي تحبه. انت فقيرة؟ تصدقي ان اول مرة الليلة اعرف ان ليا عيد ميلاد؟ كان نفسي اقول لك كل سنة وانت طيب وانت واقف على السلم. وايه اللي خلاك ما قلتليش؟ ما كنتش لسه الفقيرة ولا انت الغني اللي بيدور عليها. سعيد. دخيلك يا امي. اخي عزري، اخي عزري، اخ دخيلك يا الله، دخيلك يا امي. اي 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 وين اي اي يا سلام، اهو تستاهل بوس على دي.